السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. عشركم مبروك ورمضان كريم، الله يدخل علينا بالصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي، المغنية والخروج المتكرر عبر السوشيال ميديا والإعلان ديالها عن رفع مجموعة من الشكايات ضد مجموعة من اليوتيوبرز، وهذا شيء دائما من أجل التخويف هاد الناس اللي دائما كيتكلموا على الحق ودائما كيوقفوا مع السيد محمد المديمي في المحنة دياله، وحتى أن أي واحد حاول أنه يتكلم في الموضوع ديال حساب حمزة مون بيبي فغيكون المآل دياله العقوبة أو الدخول سجل الودايع. فللأسف هاد العصابة ديال حمزة مون بيبي اللي فيها مسؤولين كبار معروفين، ولولا ذلك لكان انتهى هاد الملف وأخذ كل أفراد هاد العصابة بما فيهم هاد المغنية المشبوهة عقاب ديالهم، ولم يكن السيد المديمي المناضل الحقوقي الآن مسجون ظلما وعدوانا، ولم يكن ظهر في الساحة كل هؤلاء النصابين والنصابات اللي دائما كيدويو ودائما كيأكدوا لنا على أساس أنهم مظلومين، وعلى أساس أننا حنا كنقولوا شي هضره ما كيناش في حقهم بالرغم من جميع الأدلة ضد هاد الناس اللي دائما كيحاولوا أنهم يفسدوا في الأرض فسادا. وهادشي اللي ما غنخليهمش يقوموا بهاد الأشياء، لأن احنا كمغاربة وكالناس اللي نضامنوا مع الناس المظلومين، وخاصة أستاذ المديمي وحتى اليوتيوبرز اللي تم الاعتقال ديالهم ديك اعتقال تعسفي بما فيهم هذاك السيد بلا حدود، وكذلك بالخضر، وكذلك كمال شو. هاد الناس اللي كانوا دائما كيتكلموا عن الحق، دائما كيتكلموا كيوصلوا الرسالة للمسؤولين باش ياخذوا المجرى الحقيقي ديال هاد القضية. فالسؤال المطروح اخوتي والمحير، شكون كيحمي هذاك السيد المزيت صاحب جمعيه بلا ضمير والشكايات الكيديه، وزيد عليهم هذيك الزيزوار مسربه الاحكام والدليل بالصوت والصوره والاسم؟ بزاف على السيبه في هذه البلاد اخوتي، هادشي راه ولا سيبه، وحنا ولينا كنشوفوا هادشي ليل نهار، وكنشوفوا هادشي يعني قدام الاعيون ديالنا، راه كلشي بين واضح وبين، والهدف هو تخويف وترعيب هاد اليوتيوبرز باش يسكتوا وما يبقاش يهضروا ويقولوا كلمه الحق. فلماذا لم يتم الاعتقال هذيك السيده قبل ما نذكر يعني الاسم ديالها، هذيك السيده الزيزوار اللي سربت الاحكام ومع اخ سيد الوكيل الملك على حسب ما جاء في الاوديوهات؟ وهذا دليل على ان هاد السيده فهي كتبت للجميع انها فوق القانون وان هناك من يحميها، وحتى ان المتتبع الكريم اللي سمع وشاهد هذاك الاوديو اللي سرباته هذيك السيده الزيزوار في القناه ديال التحفه، وهذا دليل على ان هناك شيء ما وهناك خلل، وحتى ان السيده كتحدى الجميع وانها فوق القانون وانها كتاكد ان هناك من يحميها وان لن ولم تدخل الى السجن. فهذا دليل على خرق القانون او ان هناك خلل، ربما هذا الخلل يعني عشش في القضاء ديالنا، عشش في القضاء ديالنا، وحنا لابد من القضاء على هاد المسائل وعلى هاد العصابة ديال حمزة مون بيبي اللي هي السبب وراء هاد المشاكل كاملة. وهل تم التحقيق في هاد الموضوع اللي شغل الرأي العام المغربي والعربي بصفة عامة؟ هاد الأوديو اللي تسمع في كل الدول العربية، فماذا تنتظر النيابة كي تعتقل هؤلاء لتهدأ نفوس الرأي العام المغربي وحتى العربي؟ ومن ثم اخوتي غترجع الثقة، خصوصا وان هذه الاحكام سربت والجلسة لم تبدأ بعد. هادشي خطير جدا، لابد اننا نعيد النظر في هادشي، وهادشي اللي كيضرب في السمعة ديال القضاء ديالنا المحترم، القضاء ديالنا المحترم، وحتى ان البلاد ديالنا اخوتي اللي بشهاده مجموعه من الدول العالميه واللي كتاكد ان المغرب
يعني كيعرف إصلاحات كبيرة وكثيرة خاصة في القضاء وخاصة في ضبط القوانين. وهذا الشيء أخوتي اللي كنشوفه يعني بخروج هذا الحساب ديال حمزة مونبيبي اللي ضرب كل شيء في الزيرو واللي خرق هذه القوانين وخرق مجموعة من الأشياء اللي ربما كنا احنا كنعتبروها قانون يحمي يعني فوق الجميع. ولكن هذا الشيء كامل أخوتي كنتصدموا به وحنا كنحاولوا أن نرجع غير الحق ديال هذوك الناس المظلومين وخاصة الأستاذ محمد المديمي الله يطلق سرحه عما قريب. يكفي هذا نموذج للقضاء ديالنا اللي ظلم هذا السيد يعني دخل السجن ظلما وعدوانا. فهذا الموضوع هو اللي خص اللي كيستحق المناقشة دياله والذي يتساءل عنه الرأي العام المغربي والتحقيق في كل هذه الأوديوهات والتسريبات اللي سمعناها والأشخاص اللي تتهم مؤسسات مثل أوديو الجمعوي والمسمات زوجة السفير. هذا الشيء غير أشياء قليلة ولكن ما خفي كان أعظم إخواني أخواتي. فنحن كمتتبعين وكمناضلين ومدافعين على الحقوق الأستاذ المديمي اللي ما زال داخل هذا السجن الودايا، فإحنا المطلب ديالنا الوحيد هو الخروج والبراءة ديال هذا السيد بعد ما سمعنا مجموعة من الأخبار اللي كتأكد يعني قرب البراءة وخرج هذا السيد. وحتى أننا سمعنا واحد الخبر اللي صار جدا اللي هو انتظار العفو الملكي لهذا السيد، لأن الحاجة الوحيدة اللي بقت هو التدخل السلطات العليا في هذا الملف. والسبب اللي خلى أن سيدنا يعين السيد عبد النباوي في هذا المنصب للتدخل في هذه القضية اللي خلقت ضجة كبيرة لدى الرأي العام المغربي. فإخواني أخواتي فلا بد أننا نساند ونوقف مع هذا السيد اللي هو المطلب ديالنا الوحيد، وما نبقاوش يعني نسمعوا كلام ديال هذوك الناس اللي كيهدوا هاد اليوتيوبرز باش يسكتوا، والتخويف ديالهم والترهيب ديالهم باش ما يبقاوش يتكلموا عن الحق ديال هاد السيد، لانهم عرفوا ان النهايه ديالهم قريبه وحتى القضاء راه بدا الاصلاح ديالو مباشره بعد تعيين هاد عبد النبوي. هاد الانسان الطيب، الانسان اللي كيحب بلاده واللي ما كيبغيش الحقره واللي ما كيبغيش الظلم، هذا هو السبب التعيين ديالو اخواني اخواتي. ففي انتظار البراءة والصراحة ديال هذا السيد محمد المديمي كان نترجاكم إخواني أخواتي أنكم تعملوا اللايك والبرتاج، وحتى الناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة يحاولوا يشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.